مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله. ستشهد المملكة أجواء باردة في النهار وشديدة البرودة بالليل مع تكون الصقيع وحدوث الانجماد طيلة أيام هذا الأسبوع. مشاهدينا فاصل ونواصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده، المناصير للزيوت والمحروقات، قهوة الغزالين، قهوة سريعة التحضير، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. شاي الغزالين، جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل. المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى على الخرائط الجوية التي تبين الأحوال الجوية يوم الأحد. بنلاحظ أن الأجواء ستبقى باردة أثناء النهار لكنها شديدة البرودة أثناء الليل، طبعا مع ظهور بعض السحب في احتمالية ضعيفة لسقوط بعض الأمطار الخفيفة المتفرقة لفترة محدودة في بعض الأماكن. الحرارة العظمى في المناطق الشمالية 12 والصغرى 5، المرتفعات الوسطى 7 إلى 1، والمرتفعات الجنوبية 5 إلى 0. لاحظ أن درجات الحرارة متدنية في المرتفعات الشمالية والوسطى والجنوبية، وكذلك مناطق البادية الجنوبية الشرقية والبادية الشرقية، وبالتالي نحذر من حدوث الصقيع وتشكل الانجماد. وبالتالي فإن درجة الحرارة المتوقعة في المرتفعات الجنوبية العظمى 5 والصغرى 0، الأغوار 18 إلى 10، وخليج العقبة 17 إلى 9، البادية الجنوبية الشرقية 10 إلى 1، والبادية الشرقية 12 إلى 3 درجات مئوية. يوم الاثنين ارتفاع قليل على درجات الحرارة، لكن تبقى درجات الحرارة أقل من معدلاتها، وستبقى طيلة أيام هذا الأسبوع درجات الحرارة أقل من معدلاتها. العظمى في المناطق الشمالية 14 والصغرى 7، المرتفعات الوسطى 9 إلى 3، والمرتفعات الجنوبية 7 إلى 2، الأغوار 20 إلى 10، وخليج العقبة 20 إلى 9، والبادية الجنوبية الشرقية 12 إلى 2، والبادية الشرقية 13 إلى 6. يوم الثلاثاء تقريبا تبقى الأجواء باردة نهارا شديدة البرودة ليلا، وتبقى درجات الحرارة أقل من معدلاتها. الأجواء غائمة جزئيا في المناطق الشمالية والوسطى، المناطق الشمالية العظمى المتوقع 14 والصغرى 7، المرتفعات الوسطى 10 إلى 4، والمرتفعات الجنوبية 7 إلى 1، الأغوار 20 إلى 10، وخليج العقبة 19 إلى 9، البادية الجنوبية الشرقية 12 إلى 3، والبادية الشرقية 14 إلى 4 درجات مئوية. يوم الأربعاء انخفاض قليل على درجات الحرارة، أجواء غائمة جزئيا في احتمال لسقوط زخات متفرقة من المطر في المناطق الشمالية والوسطى، الحرارة العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 13 إلى 7، المرتفعات الوسطى 8 إلى 3، والمرتفعات الجنوبية 5 إلى 1، الأغوار 19 إلى 9، وخليج العقبة 18 إلى 9، البادية الجنوبية الشرقية 10 إلى 2، والبادية الشرقية 14 إلى 6 درجات مئوية. يوم الخميس أيضا تبقى الأجواء باردة وشديدة البرودة إلى شديدة البرودة، وأيضا غائمة جزئيا إلى غائمة، خاصة في المناطق الشمالية والوسطى وبعض المناطق الجنوبية، وهناك فرصة لسقوط زخات متفرقة من المطر في الأماكن الشمالية والوسطى وبعض أجزاء من شمال المناطق الجنوبية. الحرارة العظمى المتوقعة في المرتفعات الشمالية أو المناطق الشمالية 11 والصغرى 7، المرتفعات الوسطى 7 3، المرتفعات الجنوبية 6 إلى 1، الأغوار 19 إلى 9، وخليج العقبة 18 إلى 10، البادية الجنوبية الشرقية 11 إلى 2، والبادية الشرقية 13 إلى 3 درجات مئوية.
يوم الجمعة تقريبا أجواء ما بين مشمسة وغائمة جزئيا، لكن تبقى درجات الحرارة أقل من معدلاتها، تبقى الأجواء باردة نسبيا نهارا باردة ليلا. العظمى المتوقعة في المناطق الشمالية 14-5، المرتفعات الوسطى 10-3، المرتفعات الجنوبية 8-2، الأغوار 21 إلى 12، وخليج العقبة 20 إلى 12، البادية الجنوبية الشرقية 11 إلى 2، والبادية الشرقية 12 إلى 4 درجات مئوية. مشاهدينا شكرا لمتابعتكم. الأجواء طيلة هذا الأسبوع أجواء باردة بالنهار شديدة البرودة ليلا. نرجو للجميع السلامة، شكرا لكم جميعا. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده، المناصير للزيوت والمحروقات، قهوة الغزالين قهوة سريعة التحضير، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن. شاي الغزالين جيل بعد جيل نفس الطعم الأصيل. المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.